نحن اليوم بديوان وزارة الصحة بدعوة من وزير الصحة المفوض الدكتور أحمد بن عمر، دعا جميع البلديات من منطقة الوسطى والغربية وأيضا الجبلية، البلديات تواجدت، طرحت مجموعة من التساؤلات، كيف تتعامل هذه البلديات مع الجائحة الكبرى كورونا التي بخطير بمعنى الخطورة، ولكن ينبغي على جميع البلديات أن تتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوعية مواطنيها وقاطني البلديات. الآن نحن مازلنا في المرحلة الأولى في ليبيا، اللي هو ما فيش أي حالة سجلت إلى الآن، على الأقل في المنطقة اللي تشتغل فيها مركز وكالة الأمراض، وبالذات في المنطقة الغربية والجنوبية. إلى الآن ما فيش حالة، يعني فيه كان في اشتباه في كم حالة، ولكن تحاليل المختبرات المخبرية والمعمل تثبت أن ما فيش أي حالة إلى الآن. لا يعني أن المرض لن ينتقل إلى ليبيا، هذا بعيد الاحتمال، على الأغلب أنه حينتقل، لكن كل من أجلوا في انتقال المرض وكل ما خلوا أن المرض لما ينتقل يكون الشدة بتاعه أقل أو منحنى الإبيديميولوجي المرض يكون مسطح أكثر، كل ما تكون قدرة النظام الصحي على استيعاب هذه الحالات المرضى. طبعا لو حطينا سيناريو الافتراضي اللي هو الكبير نسبيا بتاع 4000 مصاب، منهم 20% دخول للمستشفيات ومنهم 5% للعناية، ينتج عنا نحتاج من 100 حوالي 100 او 150 سرير عناية للحالات أهمها فقط. وزارة الصحة اتفقت في المدة الماضية فيه ترتيب لإنشاء غير إنشاء ميكانات الإيواء والعزل، لكن أيضا في ميكانات حوالي 100 سرير عناية فائقة. طبعا لنا مهم، لأن جزء كبير منهم حيكون في عناية فائقة، حوالي 100 سرير لاحتياجات ربما تبلغ يوميا أو أكثر، على الأقل مدة شهرين ونص أو ثلاثة ليكون فيها الوبائية كبيرة نسبيا. هو الخطة الاستجابة اللي عدها المركز الوطني لمكافحة الأمراض تعتمد عليه مراحل، بناء عليه استشارة من خبراء منظمة الصحة العالمية. المرحلة الأولى لما ما فيش حالات، ونحن في المرحلة الأولى في الواقع ما فيش حالات. المرحلة الثانية والثالثة، المرحلة الثانية لما تظهر حالة معينة. لكن التوجه العالمي هو هذا جزء من أسباب الاجتماع اليوم مع عمداء البلديات، هو محاولة حشد الدعم، وخاصة مع ظهور القرار بتاع رئاسة الوزراء أمس، إن كيف نقدروا من المرحلة الأولى اللي نحن قاعدين فيها، ونتمنى أن نكون دائما المرحلة الأولى، لكن أيضا نتخذوا الإجراءات بتاعت المرحلة الثانية والثالثة، اللي هو كما لو أن في ظهرت حالة وظهرت حالة في منطقة معينة وكان العدد نسبيا كبير، ويتم حجر الصحي على المنطقة هذه أو كذا. وطبعا هذا الأمر يحتاج إلى تجاوب مش بس من المواطنين، من الغسيل، عدم اليدين، عدم التجمعات، ولكن يحتاج أيضا من الأجهزة المعنية، منع الانتقال والمقاهي والجوامع وكذا، يعني يحتاج إلى التوعية الدينية، لأن في جزئية كبيرة تتعلق بحقوق الناس. سمعنا أن في من يرغب حتى في التعامل بعنف مع حالة اشتباه، فما بالك لو طلع عندنا حالات معينة. ففي حقوق للناس العامل الديني يجب أن يكون وزارة الأوقاف يعني أو الخطباء المنابر الدينية أن تتحدث أيضا عن هذا الأمر.